هناك عندهم مخلب. هناك هناك البحر البحر هناك يا نروح له من هناك. امشي ابن الذين الحق ابن الذين شوف وين راح يفجر شيطان الوحدة. كيف شلنا يا ابويا؟ والله فشلنا ابويا. مكان حلو شو اسوي يا ولدي؟ حنلعب نحن، لا تزعج الناس سامع. انا تعبت الله يفكرك واقعد هنا استناكم. مالك حلو البرميل بخش جوه يا ولدي. العب كل العاب بس لا تزعج الناس سامع. انت برميل يلا روح غيروا ملابسكم وانا هنا جالس. ها خلصوا تلبون هنا ما تدري ايش انتهينا خالد. خلاص يلا روح. انا جالس خلاص عندي لا تعب. خلاص يلا روح. عشان نشوف مين وين هنا. انا بقعد بس طبعا انا بقعد انا بتروش فيه. طب الثوب هنا ظبط الملعب. خلاص يلا روح. فين الملابس؟ خلاص غيروا هناك ما ادري عنه خمسة فارق وفكر. السلام زي ما قال لك ابوي لا تنزل الناس. تبارك الله كان هالمويه زادت متر مع وزن عبد السلام ما شاء الله. والله الله وريك يا ولد يا فلا خطر والله خطر لا حول ولا قوه الا هذول ما شافوا شيء هذول يا ساتر كسر الزحلق. يلا طلع السوق صح اللي كسر ما عندك يطلع السوق. فكرة البرميل هذه مرة حلوة. اخذ برميل زي كذا اغسل بالجمس والله مرة حلوة. مطرة 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 يا ساتر بيدخل النفق حيحك حيحك السقف. الارتفاع ما ينفع الارتفاع حينعزق. فكروا كأنها تريلا دخلت نفق المعاصم. والله ما أنت اللعبة يعطيك العافية خالي وأنا مبسوط. أول مرة خالي في حياته يطلع فلوس من جيبه ويلعبنا. شكرا خالي. هاي بر عشان في إجازة مطولة يا ولدي انبسطوا فيها وأوفقكم فيها. أيوة والله يا رب دايما الإجازات مطولة عشان خالي ينزلنا ملاكي. هي مرة واحدة في السنة بس. مرة واحدة في الحر. عبد السلام تزقلب في الموية. والله ابوي يكسر الارض بعدين. والله. يطلع بين المسامير. نخاف الموية تهرب من تحت. ايوه وين؟ وزي السيف وندور كذا حلزوري ننشفق. ايوه ونروح بس هذه الموجودة؟ خلاص يلا. في واحدة في جهات ثانية مرة. في هناك. ايوه. ساكن منور. انا بروح هناك. خالي امشي هناك معانا. يلا حجيك مشي العافية عندكم القرنبة عادة فكركم. جايبين البيت كله معاهم. ما انا بدخل. ايش ابو يعرج هذا يفكره
ذكرني بستي بدريه الله يرحمها. يا ساتر يا رب، حس الزحلقه مالت الله يستر حيكسرها. فتروا مهند، مو قادر الزحلق يفتروا، هذا ماله دفة ده. على باله في لفة الهدى الكر فتر. تسارع تريلا مع جيمس مع صني. خالي جيعان أبكل جيعان خالي جيعان بوري جيعان جيعان خالي شغل جيعان جيعان طب اسمع يا ولدي نطلع فوق مو أحسن؟ ايوه يلا نطلع فوق في مطاعم في بطاطس في مطبخ في معدوم والله يلا نطلع فوق يلا شيل عفشكم يلا شيل عفشكم يلا انت شيلها خالي انت شغلتك كده شيل حمان انت وانت زي الولد عم كلام قدام الناس الحين ولا كان معك يعني لا خلاص لا يلا شيله وراه يلا شيل انت انا بروح لا شيل نطلع على فوق يلا شيل ايش اللعبه هذه ايش فين رايحين خالي انت اللعبه انت ولا تبقى انا اقعد هنا استناك والله ان عليه ابوي خلص بسرعه بمشي البيت عشان في مباراه اليوم الاتحاد ايوه مش مش لا لا غلط اصبر احترم النظام تفكر هي هذول يفكرهم لعبوا لين داخو خلاص بروح البيت مباراة الاتحاد العشاء خالي تعال خالي يا ولد عبد السلام خير امشي البيت اجيك ولا كيف يعني ترى اقدر ترى فيني عافية انا ترى اجيك ولا كيف خذ خالي ها صوري خالي خذ امسك خليها عندك خلي هذا عندك امسك متابعين عبد السلام وصلوا يلا 3 2 1
غيره.